في البلاتو السيد ابراهيم القصاص. ابراهيم مرحبا بك. مرحبا. اهلا سي ابراهيم. حكينا على عمليه الاعتداء عليك، كيفاش تمت اليوم وكيفاش بدات، وهل انه دخولك وسط عدد من الحراس هو اللي اثار المعتدين عليك كما دولته بعض الاطراف اليوم؟ اول حاجه قبل ما نجاوبك على السؤال، حكومه ما تقدرش تحمي مواطنيها وتحمي نواب الشعب، عليها ان تستقيل فورا وتحترم نفسها. ما حشناش بحكومه اقوى حكومه في التاريخ، لا حاجتنا بخضاره وتكسستيه يحكمونا. اذا هذه كفاءتهم واذا هذه قوتهم وكبرهم في حكم تونس، ما يعرفوا حد شيء. اثنين، السيد وزير الداخليه مشيت له وكان خجلان من اللي حصل وكذب على المباشر، قال اثنين اللي ورطوه تو فيه تقريبا 60 ولا 70 شخص. وزير داخليه المفروض يحمي، يعلي الدرابو والنشيد الوطني والشعب التونسي، يوقف على مسافه واحده متواصل كل شوفهم علو واحد لون واحد طيف واحد، لكن للاسف طلع نهضاوي اكثر من ايه الله رضي الله عنه. بالنسبه لسؤالك، نداء تونس، حزب نداء تونس واخذ تاشيره من وزاره الداخليه، واخذ تاشيره قانونيه للعمل السياسي. بعد الثوره قلنا ثم حريه عمل سياسي وحريه تعبير وحريه راي. باهي، نظمنا اجتماع في قليبيا بالاشتراك مع المكتب متاعنا غادي. مشينا ثلاثة من المكتب التنفيذي اللي هو هني وسي نور الدين بنتيشة وسي أنيس غديرة، وهزين خمسة معنا الحماية متاعنا. ما راعنا إلا نلقوا أظن أشخاص طلعوا أكثر من 60، يعني أصحابهم 60 أنا ما عدتهمش من كثرتهم، واقفين منهم جي 10 ولا 15 في الباب الرئيسي، لأن الباب كان فيه حوش كسياج البرة، رافعين شعارات وكلام نابي والله ما نقدر نقولها لان الناس تتفرج وتسمع، كلام يندله الجبين. قلت للاولاد خلوهم، حريه التعبير مكفوله، ما دام ما ثمش مس مادي جسدي يعبر كما يحب، يقول لي ديجاج، يسبني رغم سبوا لي باباي وامي وكذا، والاخلاق العربيه الاسلاميه ما تنزلش للمستوى المنحط هذا، لكن مع ذلك قلنا ما يسالش. دخلنا لداخل، تندخلوا الاجتماع وهجموا علي كالدبابير، لكن نقول لهم انا اعرفكم يا وباش يا جرذان يا كلاب، دخل صيد دخل اسد امامكم وعرفكم تفجعتوا وكثر بولكم وكثر تبولكم وكثر نباحكم، لكن الصيد صيد والكلب كلب، تفهم فيا؟ لان عضونا الاوباش عضونا المرتزقه عتاد وخماج الشعب التجمعيه مرتزقه لدى النهضه، واذا تحدى وزير الداخليه يخرج لنا الملفات تو اللي عنده، يطلعوا نص اوباش اللي كانوا يعذبوا الشعب التونسي يخدموا معهم، وهذا تحدي، هذا تحدي. خرج لنا يا سي علي يا سي العريض يا السيد وزير الداخليه النهضويه وليست التونسيه، خرج لنا ملفاتك، اغتصبتوا بناتنا، شنعتوا وقتلتوا اولادنا، صدقتوا اللي عذيك راهي مش في التوانسه كآية يقتلون ابنائهم ويستحيون نسائهم، مش على نحن يا بابا، هذيك هذيك على ناس اخرى. اقروا القران صحيح، وتونس مش ملككم، ملك 12 مليون تونسي، وقت اللي عملنا الثوره والله ما كنتم موجودين، قسم في الحبس وقسم البرة. سي ابراهيم خلينا نرجع للاعتداء اللي صار اليوم، زيد احكينا شويه كيف تم الاعتداء، شنو اللي صار، كيفاش خرجت من الاعتداء؟ خلوني نتكلم، خلوني نتكلم. ها يا بنتي، ها ما قدش تو الميكرو، واحد ضربني بسلسله من هنا، ضربني واحد من هنا بوني، واحد ضربني على راسي، واحد قطع لي سروالي، واحد جبد لي في جيبي اللصوص، ما يصير راقي، قال لك الله اكبر وبطيخ والله، الله والاسلام بريء من هؤلاء الاوباش. ضربوني هاي ركبتي مزلعه، شركوا لي صريتي، شركوا لي سروالي، كل شفت يا الكلاب المكلوبه هجموا علي تهنتيش. هذه ديمقراطيه وحريه التعبير، هذه تونس اللي تنبناها من جديد. الغايه نتاعهم شنو كانت سي ابراهيم؟ منعكم من القيام بالاجتماع؟ اقصاء نداء تونس واقصاء كل السياسيين الديمقراطيين، لان هذول الناس لا يؤمنون لا بديمقراطيه ولا بحريه ولا بكرامه ولا عايشين في القرن ال21 اصلا. ناس ما زالت تشرب في بول البهايه، مش تنتظري منها ولا البل ولا لا، مش تنتظري منها يعني. سي ابراهيم، في الشكوى اللي رفعتها اليوم ضد المعتدين عليك، شكون الاطراف ولا حاجه واحده قمت باتهامها؟ وزير الداخليه غدوه بالصوره والصوت مصورين، ما ثمش لجنه داخل مجلس تاسيسي وتتعاون وتتخبى ورا الادراج. اني النادي بلجنه من المحامين والقضاة المستقلين، فهم، ويعملوا تحقيق في الشيء اللي صار هذا، لان غدوه، ونطالب السياسيين الكل باش يحب تسول العمل السياسي حتى نخرج من المربع العنف السياسي هذا. احنا ما زلنا في تجاذبات بسيطه ونقاشات، ما غدوه حمله انتخابيه تشد السيد شطاير ولا كلاشينكوف. احنا ناس حضاريين نفكروا بعقولنا، احنا شلاكه في تونس نلبسوها في رجلنا ما نلبسوها نحطوهاش على روسنا. بالضبط. وشجر الزيتون وشجر اللوز الميت احنا نطيبوا به تاي، ما نقعدوش تحت لان ما فيش ظل.
واذا حبيتي حتى حوت الشور وما عادش ناكلوه، انا من عمر سواه طلع سام قال ولا شنو. شنو تعليقك على تواصل اعمال العنف سي ابراهيم اللي تهدد اجتماعات الحركه في كل مره؟ شنو يتعلق على الشيء هذا؟ هم اظن الناس فارغين، ما عندهم ما يقدموا للشعب التونسي. باهي، لان تونس انا عرفتها مشت في حيط من ايامه، من ساعه الامام الاعظم رضي الله عنه مش يقبل في آية الله العظمى على جبينه في خارج تونس، من ساعتها عرفتها تونس دخلت في حيط، فهمتي؟ تونس حضاريه ديمقراطيه وخلفياتنا اسلاميه، واكبر ناس محافظين ومسلمين وحافظ على ديننا ورسولنا هو احنا ولاد تونس، ومنهم نداء تونس. احنا ما نمنوش بالعنف، المسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، اظن ينتهكوا الاعراض ويستحلوا الدم تفيه ويستحلوا الاموال، غنيمه بالنسبه لهم احنا اموالنا ونسانا وذرينا. سي ابراهيم شكون هما هذوما؟ شكون الاطراف اظن لو باش اللي جو اظن لو باش ولعلمك كان يسير فيهم رئيس مكتب حركه النهضه في منزل كميم وفي قليبيا. ولاد الجهه غادي قال لي هذاك هذا يعني انك تتهم النهضه؟ اي نعم مباشره، ما انا منه منه ارهاب دوله، الدوله قاعده تمارس، مش الدوله الحكومه قاعده تمارس في ارهاب حكومي على الشعب، واضح جدا. لا يحب لها فلسفه ولا افلاطون حتى يفسرها لنا، رانا الناس عندها عقول، راني والجنوب وسارح بالغنم والبل ونفهم نقرا بين السطور. هذول الناس لاجئين ديمقراطيه ولا جايين حريه ولا حريه تعبير ولا حقوق مرأة ولا بطيخ، هذول الناس جايين من عقاب التاريخ، الناس جايين يفكروا في 14 قرن التالي، ما عندهم ما يقدموا لتونس. تونس تو اوردوناتير وبورطابل ودنيا، هم البورطابل ما عرفوش يتعاملوا معاه، تصنع اوردوناتير تصنع كهرباء. سي ابراهيم شنو الحل؟ الحل اظن كل القوات الديمقراطيه توقف في وجههم، واحنا ماناش في اقصائيين، احنا لا ندعو لا للعنف لا للدم لا للاستهتار بحياه الاخر او بعرض الاخر، احنا ندعو كل القوات الديمقراطيه في تونس ان تقف في وجه هؤلاء المتمردون على الديمقراطيه، هؤلاء المتمردين على الديمقراطيه. احنا ممكن راهو كل واحد شيطانه في جيبه، لكن احنا تونس غاليه، فما انا لكان نحب نبدلها قبليه وعرشيه بالحلال ما نمنحهم يمشوا في الطريق بقبيلتي بركه، لكن انا مش من نوع ذاك، معاذ الله، فهمتي؟ انا عندي رجال شد البار 12 الحديد قرشك البسكوي بالك، وعضايا السخص المتبارب، ومن هنا مش تحدي، هذا تحدي شخصي مش كعضو مجلس تسيسي، اللي جاي تبارب علي يضرب فيا احدى الناس ها، قول له اذا كانك راجل انت لاقو في غدوه في روما ولا في ميلانو راس الراس تو تشوف شكون يروح بكبده الاخر، اما محمي من اسيادك اعطيناك 30 دينار وكسكروت ها، جيت تتعدى على رجال صناديد، اما نبقى اني صيد ودك كلب. واضح، شكرا ليك سي ابراهيم القصاص عن المكتب التنفيذي لحركه نداء تونس وعضو مجلس تاسيسي. وفي موضوع اخر وامام الوضع المتردي وفي غياب تنميه جهويه عبر اليوم اهالي معتمديه مكثر في اجتماع